السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتعلم أغنية البكار بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنلعب الأول السلم بتاع المقطوع بتاع الأغنية، هو مجير الدو أو عجم الدو. هنبتدي من الدو من على الأوتار الأول، دو ري الجزء هنا بقى جديد، ده هيبقى مختلف عن الاغنيه نفسها. هيبقى كورد الصول فيها نغمات ايه الاختلاف، اللا بيمون والسي بيمون والمي بيمون. بدل ما كنا بنلعب مي بيكار ولا بيكار وسي بيكار، احنا خليناهم الثلاث نغمات دول بيمون. يعني هنقول ايه، ري ري مي صول صول لا سي 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 بيمون لا لا فا 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 لا صول صول لا سي دوري مي ري دو سي دو دو، المي بيكار والسي بيكار تاني. تمام؟